يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لنا أن نتصور أو نتخيل الأشياء الغيبية المخلوقة مثل العرش والكرسي والجنة والنار؟ لا ما نتصورها، لكن نعرف معناها، نعرف معناها إن العرش هو السرير، هو السرير الذي يجلس عليه، هذا بالنسبة للمخلوقين عرش الملك والملك، لكن عرش الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.